كابتن هاني. مساء الخير كابتن احمد. ازيك عامل ايه وحشني. الله يخليك كابتن. مبروك امبارح. نص مبروك. ليه نص؟ نص مبروك يعني طبعا احنا يمكن الاداء ما كانش على المستوى المطلوب نتيجه حاجات كتيره جدا مرينا بيها وانا بس بكلم حضرتك بس عشان اوضح يمكن انا سمعت المداخله اللي كانت مع الاستاذ عمرو عفيفي. كويس. نص الكلام غير صحيح. احكي لي. ونقدر نقول ثلاث ارباع الكلام غير مظبوط. طب قول المظبوط. لان بدايه كده هكلمك بالتسلسل كابتن احمد. نعم. كنا متفقين مع عمرو عفيفي ان احنا هنلعب ثلاث مباريات. مباراه مع المكسيك، مباراه مع بنما، ومباراه مع كوستاريكا ايام 15 17 19 والسفر يوم 20 ان شاء الله على اورجواي لاداء مباراه اورجواي. كويس. بدايه المشكله حصلت يمكن مع بدايه سفرنا. تجمعنا في المطار وسافرنا. الواضح ان ما كانش فيه تنظيم خالص. وصلنا مطار كوستاريكا ما لقيناش فيز، فاضطرينا بعد رحله 36 ساعه نقعد اربع ساعات على الارض مستنيين دخولنا، وكاننا فرقه منتخب بالمدارس. بنروح للبوليس هناك قال لنا انتم ما فيش اي خبر ان انتم جايين عندنا هنا، ما فيش اي فيز وصلت لينا لفريق المنتخب الاولمبي. وبالتالي عملوا اتصالاتهم وكلموا السفير على فكره في بنما مش في كوستاريكا، وكلموا رئيس الاتحاد اللي فوجئ ان احنا وصلنا، وكان على فكره كان الكلام ده كان تقريبا الساعه 11 ونص بالليل بتوقيت كوستاريكا، فما بالك قاعدين اربع ساعات او خمس ساعات في المطار عشان نخش. وده منتخب مصر الاولمبي المفروض المنتخب الواعد ان شاء الله اللي هيشرف مصر في اولمبياد 2012. بهذا المنظر نتيجه طبعا عدم تنظيم ان احنا دخلنا بعد اربع ساعات. بس هي الفيز مش مسؤوليه عمرو عفيفي، مسؤوليه اتحاد الكوره والخارجيه. بس يكون امين يعني. مسؤوليه الاستاذ عمرو عفيفي لانه هو المسؤول عن التاشيرات. لانه هو خرج جميع الاطراف المسؤوله وقال انا هقوم بتجميع التاشيرات وهجيب التاشيرات وهجيب تذاكر السفر. فدي عدت. جينا بعد كده فوجئنا ان في خمس لعيبه برضو تخلفوا عن السفر نتيجه ان ما فيش تاشيرات على الباسبور بتاعهم. فرجعوا وجونا بعديها بثاني يوم. ده طبعا ايضا تقصير من الاستاذ عمرو عفيفي. المشكله الثالثه مباراه يوم 15. قال لنا انتوا هتلعبوا يوم 15 بس تاخد طياره 45 دقيقه بس من كوستاريكا تروح تلعب لندوراس. طبعا حضرتك عارف ان احنا بعد مشوار 36 ساعه ان الولاد وفي ولاد وصلوا يوم 13 بالليل، ان المفروض علينا بقى ان احنا نسافر يوم 14 على اندراوس، ان احنا نلعب مباراه يوم 15 وناخد طياره ثاني نرجع يوم 16 عشان نلعب يوم 17. الكلام ده طبعا غير منطقي. وبالتالي رفضت ان انا العب هذه المباراه، لان انا قلت له المباراه هنا لازم تكون في كوستاريكا. وعندنا عندنا عدد من اللعيبه ناقص، خمس لاعبين هو السبب برضه ان هم ما جابوهمش في الميعاد المناسب. دي نمره اثنين. نيجي المباراة يوم 17. جه يوم 16 بالظبط الاستاذ احمد عفيفي هنا المرافق اللي هو القائم الممثل للشرطه الراعيه قال لي يا كابتن هاني احنا عندنا مشكله كبيره جدا، مش عارفين نتفق مع فرقه او منتخب زي ما انت عايز، منتخب بنما او منتخب المكسيك او اي منتخب، وبالتالي عندنا حل ثاني ان احنا نلعب مع فريق ما يسمى فريق الامل. طبعا الكلام دوت فريق الامل ولا هو فريق امل ولا حاجه. وكان موجود معاه ايجنت اسمه جوزيف، وممكن اديك رقم تليفونه. جوزيف قال لي ده عباره عن بعض اللعيبه اللي شاركت مع المنتخب اذا كان منتخب 17 او منتخب 18 في الماضي، ممكن نجمعهم ونعمل مباراه معاك. فقلت له انا منتخب اولمبي جاي يلعب منتخبات، هذه الفرق انا ما بلعبهاش. وبالتالي انا لغيت مباراه 17 لان انا مع منتخب، يا ريت كمان منتخب مقاطعات، ده منتخب بعض اللعيبه الملمومه اللي لعبت قبل كده منتخب بيلموا لنا بعض اللعيبه عشان نعمل معاهم مباراه. وبالتالي يوم 17 ما تلعبش. ولعبنا مباراه يوم 19 وحضرتك اديك شفت مدى قوه المنتخب الكوستاريكي الموجود. ده منتخب ايضا منتخب تحت 20 سنه، مش منتخب اولمبي. احنا عارفين ان مش منتخب اولمبي لكن كنا نتمنى يكون افضل من كده. المشكله الثالثه اللي يمكن انا فوجئت بيها كمان امبارح، ان المفروض طبعا برضو بالاتفاق مع الاستاذ عمرو عفيفي ان احنا هنلعب 19 نسافر يوم 20، لان الرحله من كوستاريكا الى اورجواي 9 ساعات ونص او 10 ساعات طيران. وبالتالي انا محتاج اللعيبه على الاقل نوصل يوم 22 لاورجواي عشان على الاقل في استشفاء يوم ونبدا نستعد لمباراه اورجواي. اتضح ان علشان طبيعي انه لازم طبعا يعوض الخساره اللي خسرها، وهو السبب في هذه الخساره انه يجيب اي مباراه. فبالتالي لقيت انه بيقولوا لي طب ايه رايك بقى نلعب مع ترينداد وتوباجو عشان بس نعوض الخساره بتاعتنا. العب مع ترينداد وتوباجو يوم 22 بالليل وسافر يوم 23 اوصل 24 الفجر عشان اقول للعيبه بتاعتي بعد ما قطعت 11 ساعه طيران ما بين كوستاريكا الاورجواي
نوصل يوم 24 الصبح عشان نلعب مباراه يوم 25 مع اورجواي. لو هذا الكلام يرضي اي حد في مصر يبقى يرد علي. فانا بالتالي انا بدور على مصلحه فرقتي. احنا منتخب مصر مش منتخب المدارس. لو مش قادر يعمل لنا معسكر مش قادر يجيب الفرق اللي متفق عليها احنا الو معاك يا كابتن هاني. لو مش قادرين يدولنا يجيبوا لنا الفرق اللي احنا متفق عليها. لان انا سمعت كلام غريب قوي يا كابتن. سمعت ان هو بيطلع بيقول اصل كابتن هاني رفض يلعب مع بنما والمكسيك عشان هو يعني عايز يتدرج في المستوى وعايز يلعب فرق اضعف. طب انا بساله سؤال. انا لعبت مع منتخب اسبانيا في اسبانيا وانا ناقص اربع لعيبه اساسيه من عندي ولعبت مع اسبانيا في اسبانيا. فانا هكون خايف ان اللاعب بنما وفريق كلها جاهزه. ده سؤال يطرى على الاستاذ عمرو عفيفي. الحاجة الثانية والأخيرة يا كابتن. نعم. إن هو بيلوح بشكل أو بآخر. أنتوا لو ما لعبتوش مباراة 21 أو مباراة 22 مع منتخب ترينداد وتوباجو أنا مش مسؤول عنكم ومش هبعت لكم تذاكر الطيران ومش هتحمل كمان مش هبعت لكم فلوس الأوتيل. هذا كلام يعقل يعني؟ هل سألته هذا السؤال وكانت إجابته واضحة. أنا ملتزم بكل ما اتفقت عليه وفي مباراة في أوروجواي وملتزم بالتذاكر. بسؤال إن أنت اللي طلبت مد المعسكر. هقول لحضرتك سؤال دلوقتي لأن حصل عليه ضغط من الاتحاد المصري وإحنا اتصلنا بالاتحاد المصري. اللي بيحصل هنا ده مهزلة يا كابتن أحمد. إحنا مش منتخب مدارس. إحنا منتخب محترم جاي نلعب مع ثلاث منتخبات أو منتخبين على مستوى أولمبي جيد جدا. إحنا مش جاي هنا أهزر ومش جاي أتفسح زي ما بعض الناس بتقول. أنا جاي أشارك مع منتخبات أولمبية قوية ألعب على الأقل ثلاث ماتشات عشان أستفيد أنا وفرقتي. لكن عشان يجيبوا لنا يعني ما تاخدش نادي ياخد بلاها سوسو خد نادي. الكلام ده ما بيمشيش معانا. أنا عندي مصلحة فرقتي أولا وأخيرا. أنا بحافظ على الأولاد وأنا بلغت الكلام دوت لاتحاد الكورة في حالة عدم وجودنا في أورجواي يوم 22 وإصرار الشرطة الراعية أو إصرار أيا يكون احنا نكون موجودين يوم 24. انا مش هاخد فرقتي واطلع يوم 24 بعد يعني انت هتسافر 22 هتسافر اورجواي يوم 22 مش 23. انا قلت لازم اسافر اكون موجود في اورجواي يا كابتن يوم 23. يبقى عندي تدريب 23 وعندي تدريب 24 والعب الماتش 25. لكن في حاله البلان اللي كانوا بيتكلموا عليه ان هو لو الكابتن هاني ما لعبش ترينداد وتوباجو يوم 22 لا يبقى يسافر بقى 24. الكلام ده محدش يقدر اولا يلوي دراعي. احنا منتخب محترم وانا بحافظ على فرقتي بحافظ على كيان البلد. لان ما اعتقدش يرضى اي حد ان احنا نقعد في مطار كوستاريكا اربع خمس ساعات اللعيبه بعد سفر 30 ساعة يترموا على الأرض أربع ساعات عشان ما فيش تنظيم أو ما فيش فيزا. دي نمرة واحد. ومش مطلوب من لعيبتي إن إحنا يعني أنا مش المدير الفني للشركة الراعية. أنا المدير الفني للمنتخب الأولمبي اللي أنا بحافظ على فرقتي. فحبيت بس الصورة توصل يا كابتن عشان الناس بتتكلم من غير ما تكون عارفة الحقيقة إيه. طيب سؤالين. إحنا طلعنا اتفضل. السؤال الأول إنك حصل خناقة كبيرة بينك وبين الكابتن علاء عبد العزيز في المطار لأنه ما لقيتش اللعيبة ولقيت إجراءات سفر غير مظبوطة. صحة هذا الكلام؟ صحة هذا الكلام. كان مش هقدر اقول لك ان انا كنت فعلا كان في مشكله بالنسبه لاسلام رمضان وبالنسبه لاحمد شرويده ما كانوش موجودين معانا نتيجه تصريح سفر. دول اثنين لعيبه. لكن الاصعب من كده كمان الخمس لعيبه. لان الخمس لعيبه دول يا كابتن مرتبطين بانديه فلازم كانوا يجوا في الميعاد عشان يستفيدوا بالمعسكر ويرجعوا في الميعاد نتيجه الاتفاق اللي تم بيني وبين الكابتن حسن شحاده والاتفاق اللي تم بيني وبين الكابتن حسام البدري والاتفاق اللي تم بيني ومن مانويل جوزيه ان اللعيبه دي هتوصل في مده كافيه. فتاخيرهم عن الوصول ايضا قال لك لما فيش غير يعني تذكره اسبوعيه وبالتالي اوكي الولاد دول هيحصلونا المفروض يحصلونا باربع ساعات حصلونا بعديها ب 48 ساعه او ب 24 ساعه وبالتالي ما قدرناش نلعب مباراه يوم 15. يعني الخلاف كان بينك وبين الكابتن علاء عبد العزيز ولا بينك وبين الشركه الراعيه؟ لا انا بيني وبين كابتن عبد العزيز كان بس على اجراءات سفر شرويده واسلام بس. وفعلا الولاد دول اجراءاتهم خلصت ثاني يوم الصبح ووصلوا مع الولاد اللي صحه ان اتحاد الكوره عنفك لرفضك خوض المباريات النهارده خبر كبير في احدى الصحف بيقول كده. الكلام ده غير صحيح. انا بحافظ على فرقتي. انا مش جاي لاعب هنا مقاطعات او مش جاي لاعب اي فرق. انا جاي هنا عشان استفيد. واحنا كجهاز فني اتكلمنا لو ما فيش مباراه قويه احنا استفدنا فعلا. كنا بنتمرن صبح بعد الدور يا كابتن كل يوم لان احنا لاحظنا وشفنا ان ما فيش فعلا مباريات جديه وبالتالي حولنا البرنامج من مباريات حولناه لبرنامج تدريبي عنيف جدا. كنا بنتمرن صبح بعد الدور وبالتالي حتى امبارح كان في بعض الاجهاد على الاولاد لكن ده نتيجه ان احنا تقريبا بنتمرن كل يوم صبح بعد الدور. وانا بحافظ على الولاد بحافظ على الاقل على اسم سمعه اسره كابتن. ما ينفعش ان احنا نيجي هنا ونلعب مقاطعات ونلعب فرق بتتلم سوري يعني من على القهاوي علشان نعوض خساره ايا كان مين يعني. هل تحب تسمع اتفضل يا كابتن هاني. اتفضل.
هل تحب تسمع الاستاذ عمرو عفيفي ولا انت خلصت اللي عندك؟ لا انا خلصت اللي عندي. هو ده الكلام المطلوب. استاذ عمرو عفيفي يكلم حضرتك. انا كل الصوره وصلت، انا وصلت لك الصوره بما يرضي الله. انا والكلام النهارده حتى على هذه المباراه بتاعه ترينداد وتوباجو قلت ان انا فعلا مش هلعب مباراه ترينداد وتوباجو، لان ايضا عندنا كابتن حته من الناحيه الفنيه. انا علي لطفي راجع النهارده الاشتراك مع انبي. انا عندي محمد بسام، بس احمد الشناوي عنده لسه ما وقفش على رجله وما اتمرنش معانا غير تمرينتين. فبالتالي لو لعبت ترينداد وتوباجو مع محمد بسام وجي محمد بسام اتعور، اعمل ايه في مباراه اورجواي؟ العب بمين؟ اقف انا جون؟ في حاجات فنيه كتير الكابتن ما حدش واخد باله منها، في حاجات فنيه وفي امور فنيه لازم الناس تعرف ان برضه ده في جدول وفي تدريب وفي جدول زمني بيتحط لاداء مباريات، في استعداد للمباريات بشكل معين. ما ينفعش ان احنا نطلع كده يعني قضوها وخلاص بمعنى اصح. هاني رمزي اشكرك هاني رمزي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاولمبي، لكن يعود الي من جديد السيد عمرو عفيفي لانه له تماما